وافقت وزارة السكن والعمران والمدينة على مقترح جمعية حماية المستهلك وإرشاده لتسليم مكتتبي عدل والترقوي العمومي عقود اكتتاب كاملة تتضمن تفاصيل جميع المعطيات بما فيها تاريخ تسليم السكن وتحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد. رئيس الجمعية مصطفى زبدي أعلن عن موافقة الحكومة على إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حال التنازل عن مبلغ تسبيقهم. بعد سنوات من الغموض في الآجال والمحتوى، مكتتبو عدل والترقوي العمومي يتحصلون على عقود اكتتاب كاملة تتضمن تفاصيل جميع المعطيات مع ضمان حماية المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد، مع التركيز هنا على تاريخ تسليمه. تم الاتفاق يعني وطمأنسنا وكذلك يعني نطمئن المكتتبي عدل وال بي بي بما انها صيغ تجاريه عكس الصيغ الاجتماعيه الاخرى، انه هنالك اجراءات يعني بدأ العمل بها مثل تحضير عقود الاكتتاب اوليه والحمد لله، وهذا ما يضمن حق جميع المكتتبين من تعيين المكان، من تحديد الاثمان، وخاصه اجل التسليم. عقود الاكتتاب الكاملة والتي ركزت في تفاصيلها على موافقة وزارة السكن بإلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي العمومي في حالة التنازل عن مبلغ تسبيقهم. الذين في برنامج يعني ال بي بي ترقوي السكن الترقوي العمومي، الناس الذين كانوا يتنازلون يعني بدون يعني خدع او حيل، يعني تنازل من تلقاء انفسهم، هنا هذه الضريبه وهذا الرسم الذي كان عليهم تم نزعه، يعني لن يكون هنالك اي رسم. انسان اذا شاف باللي ما قدرش يعني وكان متخوف من هذه الرسوم التي كانت يعني تطبق، يعني اطمئنهم انه بدا العمل بهذا الامر منذ اسابيع حين ابلاغنا الوزاره بهذه المشكله. الاجتماع كشف أيضا عن جاهزية مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بوثيقة عقود الاكتتاب الخاصة بصيغة الترقوي العمومي للدخول حيز التنفيذ، في انتظار وثيقة صيغة عدل المنتظر جاهزيتها خلال الأيام القليلة القادمة. هذه العقود يعني سوف تكون قبل عقود عدل، لأنه المرسوم التنفيذي تعادل يعني سوف يتم تحيينه. تاع ال بي بي راهي جاهزة بإذن الله تعالى، ومسألة وقت يعني قصير جدا، وسوف يستفيد جميع المكتتبين، ولا سيما أن العدد تاعهم ماهوش بمستوى عدد مكتتبي عدل. اجتماع الوزارة بممثلي منظمات حماية المستهلك خلص أيضا إلى تشكيل خلية تنسيق والتواصل بين الجانبين، تكون لها اجتماعات دورية تقف من خلالها على انشغالات المكتتبين من حقوق وواجبات.